السلام عليكم، تتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي أمينة تورونتو. شكرا لكم بزاف اللي دعمتوني حتى وصلت لألف أبوني. مي بلا ما نكتر عليكم، دابا شحال هادي ما حطيت شي وصفة نظرا للصحة ديالي ما كانش هي هذيك. المهم اليوم انا جيت باش نقترح عليكم ديروا واحد الوصفة ديال الدجاج، دجاج بالفران خفيف، المهم عشاء خفيف وصافي. انا غادي نحتاج جوج فخاد ديال الدجاج على جوج ديال قدر ديال جوج ديال الناس اللي غادي نشرحهم هكاك. غادي نقطعهم كما تشوفوا معايا في الصوره باش ندخل لهم القمه مزيان وصافي. وغادي ندوزوا للتوابل. التوابل انا خديت البيزل والحبق فريش مع الزعتر، ودرت بالنسبه للتوابل الاخرين درت شويه ديال الملح، شويه ديال الخرقوم، شويه الحار، صويا صوص، شويه ديال الحامض. صافي هادشي هو اللي طرقت ليه اللي درتو في هاد لاصوص هادي ديال الدجاج. صافي غادي نرقد فيها الدجاج وغادي نغطيه ونخليه في جنب حتى تيشرب مزيان هذيك الشرموله. شوفوا غادي نخليها تتشرب مزيان. صافي ديك الساعه ملي غادي نحطو على جانب فاش ندوز على واحد المده ديال ساعه هكا قبل ما قضيت الشغالات ديالي. انا غادي نمشي غادي نقطع البطاطا باش نديرها بوتايتو ويدجز، يعني فروع ديال البطاطا اللي غنديرو في الفران غنرافقهم معاها. صافي ما كتشوف معايا راه قطيتو وغادي نحطو في الجنب حتى تيشرب مزيان. بالنسبه للتوابل ما وريت لكمش بالضبط كيفاش حطيتهم كاملين لحقاش صورت وما تسجلتش ليا داكشي الشيء علاش. من بعد ما ترقد ليا الدجاج مزيان غادي نحطه في الطاوه. نحطو على جهه جيت العظام كما راه كلكم عارفين. واحد جوج فليفلات عاد قلت انا المهم غنديرهم هكا تعز عليا في الفلفله حاره. وديك لاصوص اللي بقات لي هي فاش غادي نخلط هذيك البطاطا البوتيتو وتجز البطاطا الفروع ديال البطاطا. صافي غادي نديرهم نفس القامه نفس الشيء. صافي غنديرهم في الفران غادي نحطها غادي نستفها وغادي نغطيهم مزيان. خلاص في التغطيه تنغطيهم بالكاريت ديال الطبخ وابخي تندير عليهم الالومنيوم. صافا ندخلها الفران حتى تدبل لي بلا نار. البطاطا راه طابت شويه ما نخليهاش تطيب بزاف. صافا نحل عليهم وتنخلي هذاك لاصوص تحمر. ايوا صافي كما تشوفوا معايا شي الدجاج ديالي كي جا تيجي زوين. وين المذاق ديال هذاك الهرب ديال البيزل ديال الحبقت الفعليه. البطاطا تجي هي محمره زويونه ورفقتها انايا بشليضه عاديه ديال البصيله والخيار والمطيشه والمايز. خلاص راه كان ديجا عندي مع المايز ديال القراعي. صافي وشويه ديال الشربه كانت عندي شربه ديال العدس مطحون والعصير. خلاص العصير تر مره اخرى وغادي نحطو لكم وعصير عادي.